حياكم الله مشاهدينا، موجز لأهم الأنباء من قناة الطناصة. فنذا مصدر إعلامي الأخبار التي يشيعها ما يعرف تنظيم الدولة، وذلك بخصوص سيطرته على ميناء سرت. المصدر أكد أن قوات الثوار لا زالت تسيطر على كامل ميناء مدينة سرت، وأنه لا صحة للشائعات التي يطلقها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، والتي قال إن الغرض منها تشتيت قوات الثوار. هذا ويشار إلى أن هذه الصور التي تبث الآن قد نشرها المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص الخميس 16 من شهر يونيو من داخل ميناء سرت. انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري من ما يعرف تنظيم الدولة، وذلك فجر الجمعة في أحد محاور القتال بمدينة سرت. وحسب مصدر إعلامي فإن السيارة انفجرت جراء لغم أرضي قبل أن تصل لتمركزات قوات الثوار، مؤكدا أن التفجير نتج عنه إصابة اثنين من قوات الثوار بجروح طفيفة. يشار إلى أن تفجيرا استهدف موقعا في منطقة بوغرين نتج عنه ما يقارب 10 شهداء. قال المتحدث الرسمي باسم الكتيبة 309 مجحفلة طبرق المنذر الخرطوش إن 3 أفراد من الكتيبة قتلوا بمنطقة قنفودة ببنغازي. الخرطوش ذكر في تصريح لإحدى القنوات المقربة من حفتر بأن 7 من أفراد الكتيبة أصيبوا جراء سقوط قذيفة هاون على تمركز لقوات مجرم الحرب حفتر، وذلك بالقرب من منطقة قنفودة غرب بنغازي. يشار إلى أن قوات مجرم الحرب حفتر تكثف قصفها المدفعي والجوي على قنفودة غرب بنغازي. كشفت مصادر عسكرية عن ملابسات مقتل رئيس جمعية الحكيم للأعمال الخيرية مفتاح بن نافرة، وذلك بعد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة في البيضة. المصادر أضافت أن المجموعة المسلحة قامت بنقل بن نافرة فور اختطافه إلى سجن جرنادا، وبقي فيه ساعات ثم تم نقله إلى منطقة الرجمة. وأشارت المصادر أن بن نافرة مكث في منطقة الرجمة عدة أيام تعرض خلالها للتعذيب من قبل المجموعة المسلحة، ثم قام أحد الضباط برتبة عقيد بتصفيته وذلك بإطلاق الرصاص عليه. وفي الخبر الأخير، أكدت الشركة العامة للكهرباء الخميس انقطاع الكهرباء عن منطقة الجنوبية بسبب انفصال الدوائر التي تربط المنطقة الجنوبية بالشبكة العامة لأسباب فنية. وأوضحت الشركة في بيان لها أن الدوائر التي خرجت عن الخدمة هي النهر الخمس بجهد 400 كيلو فولت، وزمزم أبو نجيم بجهد 220 كيلو فولت، وبن وليد النهر بجهد 220 كيلو فولت، الأمر الذي نتج عنه إظلام تام بالمنطقة الجنوبية. هذا وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن العمل لا زال جاريا على إرجاع الشبكة إلى وضعها الطبيعي من قبل الفرق الفنية. ختام الموجز، إلى اللقاء.